قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزاتي طالبات المرحلة الأولى في الجامعة العراقية كلية التربية للبنات قسم علوم القرآن، درس اليوم الحج أعظم أركان الإسلام، تقدمها لكم الدكتورة رفيدة صباح عبد الوهاب. الحج هو قصد بيت الله الحرام في مكة المكرمة وجبل عرفة في شهور معلومات للقيام بأعمال مخصوصة وشعائر تسمى مناسك الحج، تبدأ في الثامن من شهر ذي الحجة وهي الوقوف بعرفة والطواف ببيت الله الحرام والسعي بين الصفا والمروة، وذلك وفق شروط وهيئة مخصوصة. قبل البدء بالمناسك يجب الإحرام من المواقيت المكانية وهي أماكن لا يجوز تجاوزها بدون إحرام، وهذه المواقيت كثيرة منها ميقات ذي عرق لأهل العراق، فيبدأ الحاج بالإحرام من هذه المواقيت ثم التوجه إلى مكة ليطوف طواف القدوم تحية لبيت الله الحرام، ثم التوجه إلى منى لقضاء يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم التوجه إلى عرفة لقضاء يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ثم يفيض إلى المزدلفة عند غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة، ثم يرمي الحاج الجمرات في جمرة العقبة، ثم يعود الحاج إلى مكة ليقوم بطواف الإفاضة وهو ركن إن تركه بقي محرما حتى يطوفها، ثم يتوجه إلى منى يوم الحادي عشر من ذي الحجة يرمي الجمار الثلاث، وكذلك يرميها في اليوم الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ثم يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع ومغادرة مكة المكرمة. فرض الحج في السنة التاسعة للهجرة وهو واجب لمرة واحدة في العمر لكل بالغ قادر من المسلمين، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج شروط يجب توافرها في المسلم هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، فإذا حج الصغير أو الصغيرة غير البالغين يعتبر حجهم تطوعا وعليهم حجة الإسلام، معنى ذلك أن عليهم إعادة الحج مرة أخرى بعد البلوغ. لا ننسى أخيرا فضائل الحج ومناقبه ومنافعه الكثيرة التي منها مغفرة الذنوب، فيرجع الحاج بلا ذنوب كيوم ولدته أمه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حج بيته الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.